بالفعل اليوم الثاني على التوالي، وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال مستمرا حتى هذه الساعة بشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة خاصة شرق مدينة غزة، إضافة إلى غارات مختلفة في مناطق متعددة من قطاع غزة، كان أعنفها في مدينة خان يونس، شرق مدينة خان يونس، أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين من عائلة أبو دقة، إضافة إلى عائلة أخرى في بيت حانون شمال القطاع استشهد منها أكثر من 12 شخصا، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ. إضافة إلى ذلك نستطيع أن نؤكد بأن المقاومة الفلسطينية أيضا هي ماضية في معركتها ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى داخل المستوطنات وعدد من المحاور شرق وشمال قطاع غزة، وأطلقت العديد من القذائف الصاروخية تجاه المستوطنات، كما أن المقاومة الفلسطينية أكدت أنها تمكنت من يعني تمكن عدد من عناصر المقاومة من التسلل داخل الحدود في اليوم الثاني من المعركة التي أطلقت عليها اسم طوفان الأقصى. هذه المعركة التي أدت إلى استشهاد نحو 370 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2000 آخرين. أما على جانب الاحتلال الإسرائيلي فالأكيد بأن الاحتلال قد تكبد خسائر فادحة، وفقا للمعلومات التي تردنا بأن عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي بلغ ربما أكثر من 700 قتيل إسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 200 من 2200 جريح، من بينهم وصفت جراح 300 جريح إسرائيلي بالخطيرة. ربما نسمع عن ارتفاع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة المقبلة. الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في تدهور تام، خاصة مع إغلاق معبرين أساسيين لقطاع غزة، معبر كرم أبو سالم والذي يقع على الشريط الحدودي وهو في خضم المواجهة، إضافة إلى معبر بيت حانون شمال القطاع والذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية. حتى هذه الساعة بين الحين والآخر يسمع الكثير من ضربات الاحتلال الإسرائيلي الجوية، وحتى زوارق الاحتلال الإسرائيلي تشارك وبشكل مكثف وبشكل ملحوظ. قصفت ميناء غزة وتضررت عدد من قوارب الصيادين الفلسطينيين على شاطئ بحر مدينة غزة.